في ليلة 29 من مايو 2011 المخلوع يوجه قواته لسحق الشباب المعتصمين في ساحة الحرية بتعز. كانت معركة غير متكافئة بين شباب عزل شعاره السلمية وبين قوات وبلاطجة نظام صالح. 13 شهيدا ومئة جريح سقطوا برصاص قوات النظام في تلك الليلة. مئات الخيام وعدد من السيارات والمنازل ومنشآت طبية وإعلامية أحرقت ودمرت وانفضت الساحة من كل شيء إلا ما خلفته الحرائق. وثقت الجريمة ضد 6 من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لصالح، هي الأمن العام، الأمن المركزي، شرطة النجدة، الحرس الجمهوري، معسكر خالد بن الوليد، بالإضافة إلى البلاطجة. 5 سنوات لم ينصف الضحايا ومرت الجريمة دون عقاب. 5 سنوات لا تزال خلالها أجهزة القتل التابعة للمخلوع صالح تمارس ذات المهام ضد أبناء تعز، فتحصد أرواحهم ومنازلهم، وكان الحصاد مرا. فمن المحرقة إلى القصف والحصار، من ذات القتلة الذين هندسوا لمحرقة ساحة الحرية هذه المرة، جعلوا من تعز هدفا استراتيجيا لقذائفهم الصاروخية والمدفعية، وأصبحت المدينة ساحة حرب لا تهدأ منذ أكثر من عام. صالح وشريكه الجديد القديم قرر هذه المرة توسيع مساحة الاجتياح، فاجتاحت قواتهما بلدا لكنها انكسرت على مشارف مدينة تعز بمحاولة عاثرة لاستعادة ملك تهاوى ومجد يقوم على قوت الجياع. وجد أبناء تعز أنفسهم كغيرهم أمام مشروع دموي تعمد عقاب المدينة، فكان خيار المقاومة هو طريق السلام المنشود.